اهلا بحضراتكم من جديد، ويمكن في خبر كمان لطيف جدا بصراحه لكل واحد بيحب السينما ومتابع بقى الفعاليات خلال الايام اللي فاتت دي. امبارح كان في مهرجان القاهره السينمائي الدولي، يعني تم الاعلان ان هو تم اعتماده من اكاديميه فنون وعلوم الصوره المتحركه، وبده هيكون المهرجان انضم بشكل رسمي لقائمه المهرجانات الدوليه اللي بتؤهل افلامها للاوسكارز، زي مثلا مهرجان برلين وكان وفينيسيا. الكلام ده طيب معناه ايه؟ معناه بشكل مبسط جدا ان افضل فيلم في مسابقه مهرجان القاهره السينمائي سينما الغد هيكون مؤهل للمنافسه في فئه الفيلم القصير ضمن جوائز الاوسكار، بس بشرط ان هو يتوافق مع قواعد الاكاديميه. ده طبعا الكلام ده يمكن كان في خلال يعني افتتاح اليوم الثاني صرح بيه استاذ محمد حفظي تعليقا على هذا الخبر، وقال ان هو ده خبر طبعا كلنا فخورين بان ينضم لقائمه المهرجانات المؤهله للاوسكارز. والحقيقه احنا شفنا كمان منهم افتتاح رائع وتنظيم مبهر وحاجات كتير جدا. خلونا يعني نعلق على هذا الخبر ونستقبل تليفون من الناقد الفني الاستاذ محمد عبد الرحمن ورئيس تحرير موقع في الفن. اهلا بيك يا استاذ محمد وصباح الورد. صباح الخير يا سمر. اهلا بحضرتك. يعني يمكن شفنا حضرتك تابعنا خلال اليومين اللي فاتوا افتتاح بقى الدوره 41 من مهرجان القاهره السينمائي، وكانت بشكل مميز ومختلف عن السنوات اللي فاتت. وشفنا بقى امبارح كمان الخبر المبهج والجميل ان احنا ان شاء الله ممكن افلامنا توصل للاوسكارز. شفت حضرتك المهرجان بقى خلال اليومين دول ازاي؟ ده اول سؤال نسأله الأول. طيب هو عموما يعني يبدو ان هذه الدوره يعني فيها حاجات كتيره جدا مختلفه حقيقي عن ما سبق من دورات، بس انا بضيف بس ان دي يعني بدايه نتائج ما بدأ في الدوره اللي فاتت، اللي هو انا بسميه كواحد متابع لمهرجانات كتير يعني عمليه تحديث المهرجان، ان المهرجان يبقى فعلا دولي، يعني الاجراءات اللي فيه والتنظيم مواكب للمهرجانات الدوليه. وانا بدعو الجمهور عموما، انت ممكن على فكره تروح المهرجان حتى لو ما عندكش كارنيه، حتى لو يعني مش صحفي ومش طالب سينما او كده، ان انت تقدر تقطع تذكره وتدخل التذاكر. صحيح. او من موقع تذكره الفيلم انت عايز تتفرج عليه. وحتى لو مش عايز تقطع تذكره، المهرجان نفسه فيه حاجات كتير جدا مفتوحه للجمهور، يعني مثلا المنطقه بتاعه الاوبرا، ساحه الهناجر في الاوبرا، انت تقدر تروح وتشوف الناس وهي داخله، وفي معرض اسمه القاهره احبك، ده مفتوح مجانا في سينما الهناجر. ده معرض جميل جدا جدا جدا، بيوري يعني اماكن القاهره زمان كانت عامله ازاي والسينمات القديمه وكده بشكل فني بديع. النهارده كمان الساعه 6:30 في حدث يهمنا كلنا واعتقد يهم الجمهور كمان، وبرضه مفتوح مجانا، هو ليله تكريم يوسف شريف رضي الله السينمائي الكبير الراحل، اللي الدوره مهداه باسمه. صحيح. وهيتعرض فيها فيلم مدته 40 دقيقه عنده زمايلنا مصطفى حمدي وعبد الرحمن نصر، فيلم وثائقي عنه وكلمات يعني رثاء له بعد وفاته في الفتره الاخيره. ده عن المهرجان. طبعا زي ما قلت لك هو التحديث يعني ان انت عامل تنظيم على قد ما تقدر، يعني واصل للمرحله، يعني احنا كانت مشكلتنا قبل كده ان احنا بنلاقي حاجه مش منظمه وبنقول هم ليه ما عملوش كذا. صحيح. مع انهم يقدروا يعملوها. المره دي الموضوع بشكل كبير جدا، يعني حضرتك شايف ان ده تكليل لنجاحات يمكن العام السابق، وده اللي وصلنا له الخطوه دي من العام السابق. انا مش عايز ابقى بشخصن الموضوع لحفظي محمد حفظي يعني، بس هو للامانه الموضوع مرتبط بيه ان احنا جبنا شاب يعني حاضر مهرجانات كتيره جدا، عنده علاقات قويه كويس، وعنده خلفيه عن تنظيم المهرجانات، ومعاه تيم مختلف، فالتيم ده بيتعامل مع الموضوع بشكل احترافي وليس بشكل وظيفي كما كان يحدث في دورات قبل كده، ان الناس بتتعامل انه ده دوره وهتعدي وهناخد المكافاه بتاعتنا واي انتقادات هتتنسي وربنا يسهل في الدوره اللي بعدها. لا، هو بيأثر. عشان كده الجدول الموازي كمان للندوات ولجلسات النقاش اللي بيتعمل في الفندق الرسمي اللي بيستضيف المهرجان جدول عظيم كمان، وبرضه مفتوح مجانا. اربط ده بالموضوع اللي انت اتكلمت فيه اللي هو بتاع الاوسكار، برضه ده ليه علاقه بالعلاقات القويه اللي احنا الجيل الحالي من السينمائيين المصريين بقى بيمتلكها. يعني احنا كمان لا نغفل ان حفظي وعمرو سلامه المخرج والفنانه طبعا الكبيره يسرا اختيروا السنه دي انه يبقوا اعضاء في اكاديميه فنون وعلوم الصوره اللي هي بتنظم الاوسكار.
صحيح، فده ناهد للخبر العظيم اللي هو ان ان احنا نبقى من المهرجانات. مؤهلين للأوسكار. صح. احنا بنؤهل يعني الفيلم الفايز بجائزه سينما الجد اللي بيشرف على تنظيمها برضو الناقد الشاب اندرو محسن، هيبقى من الافلام اللي مرشحه انها تدخل السباق. يعني ده معناه انه الاوسكار بتعترف بان المهرجان بيختار افلام جيده تستحق. حقيقي. لان خدي بالك من حاجه برضو، في نقطه الناس ما تعرفهاش، هو مش كل الفيلم بيفوز في مهرجان معناه انه فيلم كويس. صح. ما هو في بعض المهرجانات لا بتبقى الاحترافيه فيها قليله، بيختار افلام دون المستوى لانه عشان عايز يعمل مهرجان وخلاص. ده مش موجود في مهرجان القاهره، وانت اكيد اتكلمتوا او ده كان باين في حلقه، كان يوم الخميس الصبح صح، احنا في اتكلمنا حلقه فعلا. الخميس على الزحام اللي كان في الايام في اول يوم عشان فيلم ذا ايرش مان. فاعتقد اجمالا الوضع فعلا بيتحسن بشكل كبير. هو طبعا القرار بتاع الاوسكار ده هيتنفذ من الدوره الجايه، من الدوره الجايه من نوفمبر 2020، وده ليه علاقه يا سمر حته الاستقرار الاداري، انه يا جماعه التطور ما بيجيش من مش مرة فجأة واحدة كده ومش مره واحده. من باب الحظ يعني. عشان كده بنتمنى ان الجهات المعنيه تحافظ على اداره المهرجان لاطول مده ممكنه. يعني انا كنت بحضر مهرجان برلين مثلا، كان رئيس المهرجان 10 سنين ورا بعض، بس 10 سنين فيها نجاحات وفيها تراكمات، فيها يعني اختلاف وفيها حاجة مختلفة كل في سنة. حاجه مختلفه، لكن لو كل دوره هنغير دي بتبقى طبعا مشكله كبيره. طب. نتمنى ان دي حاجه ما تحصلش، يعني الا لو كان في اخطاء فادحه، وده ما بقاش موجود الحمد لله. استاذ محمد، واحنا بنتكلم عن الاختلاف وان المفروض يبقى فيه تحديث لكل نسخه في سنه جديده، يمكن الافتتاح كان مختلف جدا، كان فيه ستاند اب للفنان خالد الصاوي، كان فيه ناس خايفه يعني، كان فيه ناس قالت ان ده ممكن يقابل بالنقد السلبي، ان في ناس ممكن تقول لك ليه حصل كده، ليه ما مشيش الموضوع فورمال قوي. حضرتك شفت الخطوه دي ازاي او حفل الافتتاح ازاي؟ هو اولا المهرجانات العالميه كلها والاوسكار تحديدا اللي احنا بنتكلم عنه بيبقى فيه ستاند اب كوميدي في الافتتاح، بيبقى فيه نوع من يعني عرض خفيف كده بيقدمه نجم. الخلاف بس في موضوع خالد الصاوي انه الموضوع اللي هو اتكلم فيه يمكن مش هيبقى مفهوم شويه لكل الناس. الاجانب، يعني الاجانب صحيح. السينمائيين اكتر هم اللي فاهمينه. ده ممكن هنا بقى اللي انا عايز اقوله، ان في خلاف في وجهه نظر لكن مش خلاف على المبدا. يعني احنا متفقين ان يبقى في ستاند اب كوميدي، يبقى في نجم كبير زي خالد الصاوي بيقدم، ما فيش بقى مذيعين او يعني مقدمين جايين يقولوا كلام بعينه من الورق وتحصل لخبطه وحاجات من هذا القبيل. كمان حته الترجمه، احنا كنا متعودين دايما في بعض المهرجانات يبقى في اثنين، واحد بيقول عربي والتاني يقول انجليش، فبنعمل دوبلنج يعني بنضاعف الوقت. المره دي الترجمه كانت موجوده، جهزت الترجمه مع الناس، مع الضيوف الاجانب، فده خلى العرض. اعتقد ان احنا بنعمل يعني هنا مثلا، احنا هنا بنقول اداره المهرجان والله في اراء بتقول ان الستاند اب كوميدي كان مطلوب ولكن يمكن الموضوع ما كانش مطلوب. دي اراء انا شخصيا عجبني يعني بشكل او باخر، انا كمحمد عجبني لكن حقيقي انا كمان عجبني. احنا بنقول الاراء اللي ممكن تتقال. بيحصل تطوير. صحيح. اكيد بيحصل تطوير من، واكيد في الختام هيبقى فيه مفاجاه طبعا. تانيه لا ننسى كمان ان الافتتاح يعني تفادى كثير قوي من الحاجات اللي كانت بتحصل على السجاده الحمراء. على فكره دي افضل سجاده حمراء انا شفتها في افتتاح المهرجان، يمكن هي شبه بتاع السنه اللي فاتت ولكن اكثر تنظيما. صحيح. كمساحات، كطريقه دخول الناس، طبعا في استعانه ببعض العناصر اللي كانت ناجحه في مهرجانات بره مصر. نتمنى انه الخبره تنتقل بحيث المهرجان يبقى مصري تماما، بحيث صحيح. انه فعلا الحدث يبقى حدث حدث في غايه الاهميه. يمكن يا استاذ محمد حضرتك اشرت لنقطتين مهمين جدا، الاستقرار الاداري في اداره المهرجان وده لازم نحافظ عليه، وكمان ان كل الناس تنزل وتروح وتروح تتفرج، واللي في حاجات مجانا وفي حاجات بتذاكر. يعني الناس دايما كانت بتشوف المهرجانات دي حاجه كبيره وغريبه وفي التلفزيونات بس نشوفها كده واحنا كشعب ما لناش دعوه بيها. شكرا جزيلا استاذ شكرا محمد عبد الرحمن الناقد الفني ورئيس تحرير موقع في الفن.